بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. والفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة، واللي بيشرفنا فيها نجم يمكن في الانترو الكابتن عبد الحميد حسن، كابتن ميدو قدمه بشكل مختلف ووضع له سؤال حتى في بداية المقدمة ووصلني أن أسأله. كابتن أحمد السيد نجم خط دفاع النادي الأهلي الأسبق، واللي مشرفنا النهاردة لأول مرة على شاشة قناة النادي الأهلي منذ فترة طويلة. كابتن أحمد مساء الخير عليك ومشرفنا ومنورنا. أهلا بك يا محمد، طبعا أنا يمكن سعيد طبعا بوجودي معك النهاردة ووجودي في قناة الأهلي اللي هو بيتي. طبعا انا يمكن انا من ناشئين النادي الاهلي، كل حياتي في النادي الاهلي، وطبعا سعيد جدا بوجودي في قناه الاهلي النهارده. كنت محضر لك مقدمه وكلام كتير قوي حتى من ايام مستر مانو الجوزيه لما كان بيقود تدريبات فريق النادي الاهلي، وكان ليه كده مسميات خاصه معاك، تحديدا مارادونا ثم بعد كده سماك ميسي. لكن ابدا بالسؤال اللي طرحه ميدو، احمد السيد لعيب ايسر ولا لعيب ايمن؟ انا بلعب برجلي يمين عامه، بس يمكن وانا صغير كانت حصلت لي وانا 19 سنه في النادي الاهلي حصل لي كسر في عظمه الشظيه، اثرت على انكل رجلي شويه، فكنت بخاف العب برجلي اليمين، فتعودت العب برجلي الشمال، فبقيت خلاص رجلي الشمال هي اللي يعني بعتمد عليها على طول يعني. فهي دي السبب ان يعني ساعات بلعب يميني ساعات بلعب شمالي، بس انا الارجح بحب العب بشمالي. هي الفكره ان حتى وانا بدردش مع ميدو، ان الفكره اللعيبه حتى لما كانت معاك في التدريبات ما كانش عارفه تحركاتك او انت بتسدد باني رجل، اليمين ولا الشمال. حتى لما كان مانويل جوزيه سماك في البدايه مارادونا، بعد كده سماك ميسي، قالك عشان مارادونا خلاص بقى اعتزل. فالفكره حتى وانت بتسدد برجلك بتلعب زي الار 2. الفكره ان هو سماني مارادونا دي، احنا كنا في تمرين مره، هو مستر مانويل كان على طول بيمرن كل الفرقه على ان احنا نعمل فينشنج على الجون، فكان التمرين ده انا كنت مميز قوي فيه بشمال ويمين، فهو حتى كل الفرقه كانت مستغربه، فهو انا كنت يعني بسدد بشمالي احسن من يميني، فبدا هو بقى ايه كذا مارادونا مارادونا مارادونا، فبعد التمرين قال لي لا مش مارادونا، عشان مارادونا تخن ابقى اسميك ميسي خلاص. ولو ميسي عرف؟ لا خلاص هيرفع علي قضيه بقى. طيب كابتن احمد السيد النهارده بيشرفنا لان هو احد اللاعبين اللي كانوا في الجيل الذهبي اللي حقق بطولات افريقيه كثيره جدا في فتره كانت متميزه مع عدد كبير جدا من اللاعبين. لو نتذكر خط الدفاع في التوقيت ده، كابتن عماد النحاس، كابتن وائل جمعه، الصخره، شادي محمد، كابتن احمد السيد، عدد كبير جدا، وحتى في فتره من الفترات كان موجود معاهم كمان رامي عادل، وعدد مميز جدا في التوقيت ده، ظهر بشكل جيد جدا لدرجه انك ممكن كنت تختم الموسم وانت بطل للدوري باقل عدد من الاهداف منية بها مرماك، 6 أهداف 7 أهداف في حوالي 30 مباراه، فكانت بالتالي ارقام قياسيه بتتحقق مع الجيل الذهبي اللي كان موجود في التوقيت الحالي. كابتن احمد هنتكلم النهارده في حاجات كتيره جدا، عندنا تفاصيل مهمه عن مباراه الاهلي وفيتا، ودي مباراه حيويه ومباراه مصيريه ان شاء الله يوم السبت في البطوله الافريقيه، ايضا كمان على القي الضوء على بطوله الدوري وشايف مستوى الاهلي في الفتره الحاليه، الطرق الدفاعيه والاداء الدفاعي اللي ظهرت بيه اللعيبه الفتره الاخيره، والتدعيمات اللي حصلت مع فريق النادي الاهلي. تحب نبدا من مباراه فيتا ولا تحب تتكلم عن مباراه الدوري الاول؟ مباراه فيتا طبعا هي دلوقتي الاهم، لان دي طبعا مباراه فاصله جدا في مشروع النادي الاهلي، نظرا لتقارب النقاط بين الفرق. انت بتتكلم في فيتا كلوب اللي انت هتلعبه ده عنده 4 وانت عندك 7، لا قدر الله اي نتيجه عكسيه هيبقى هو قدك، فنخش في حزب بيرما ان شاء الله. يعني انا شايف ان شاء الله الاهلي لازم يعمل نتيجه ايجابيه هناك ان شاء الله، سواء مكسب او تعادل، عشان نريح نفسنا في مباراه شبيبه الثوره في القاهره عندنا، نبقى عندنا اريحيه ان احنا نقدر ان شاء الله نتاهل سواء اول او ثاني، بس يبقى في تاهل ان شاء الله. طب ابدا اتكلم معاك عن اجواء المباراه والاجواء الافريقيه. اولا في التوقيت ده وانت كاحد لاعبي النادي الاهلي اللي عشت في ظروف زي دي ولعبت حتى في انيامبا في نيجيريا وكانت في ظروف اصعب من كده، اجواء الكونغو او اجواء مباراه الاهلي وفيتا ممكن لاعبي النادي الاهلي يبقى حاسس بيها ازاي؟ هو المباراه ليها طبعا يعني بتبقى صعبه من شقين. اول حاجه ان هم زي ما انت عندك حافز ان انت توصل، هو برده عنده حسابات تانية ان هو عنده مباراتين، فلو كسبك لا قدر الله فيبقى عنده المباراه اللي بعدها ممكن يقول لك شباب الثوره والاهلي يتعادلوا مع بعض وانا اكسب، فهو برده عنده نفس الحظوظ ان هو ممكن يتاهل. ثانيا اللعب في الكونغو عامه لعب صعب جدا، يعني بلد الكونغو بالذات الجمهور هناك جمهور حماسي جدا، والناس بتشوف انت مباراه مازيمبي وفيتا كلاب بيبقى الجماهير عامله ازاي، جماهير متحمسه جدا، اللعب هناك صعب جدا، كده احنا كل ماتشاتنا لعبناها هناك مع مازيمبي اتعادلنا او خسرنا، ما كسبناش مباريات هناك كتير، لان فعلا هناك متحمسين جدا. فانا شايف المباراه هتبقى صعبه جدا، واللاعب الاهلي لازم يبقى عندهم ثبات انفعالي، ما ينسقوش ورا الجماهير،
حتى لا قدر الله دخل فينا جون، لا ممكن نعوض، لان الفرقه برده هيبقى عندها من جواها ان انت كاسبها هنا، برده عندهم من جواهم ان انت نادي الاهلي، نادي القرن، اعظم نادي في افريقيا. فاكيد كل ده، كل لاعب في فيتا كلوب عارف ان هو بيلعب نادي الاهلي، نادي الاهلي كبير، فهيبقى حاطط من جواه برده ان احنا يعني المباراه مش هتبقى سهله زي ما احنا فاكرين. في نفس الوقت لعيبه الاهلي لازم تبقى نازله تحسس فرقه فيتا كلوب ان احنا جايين ناخد 3 نقاط، لان الافارقه عامه كان مستر مانو جزاء عامه فهم الافارقه ان انت لما بتنزل عليهم هم بينزلوا اول ماتش بيبقوا ضاغطين جامد جدا ان هم يحرزوا هدف. لو انت جبت الهدف ده الاول او احرزت هدف بتبدا الجماهير بتقلب عليهم، يبدا بقى الصفارات بتاعتهم اللي بيصفروها ويقعدوا يشتموا فيهم، اللعيبه بتبقى احنا حاسينهم في الملعب اللعيب خلاص الحماس اللي في الاول ده فقده خلاص خارج المود. حصلت في كذا، يعني كنا بنلعب في فرقه في 2008 في دوري الابطال في 2008 فرقه اسمها دينامو زهراري، زيمبابوي، زيمبابوي. الفرقه دي كان لعبها 3 ماتش وكده كده تلعب الاول ماتش على طول بعده اللي هو في المجموعات زي الجوله الثالثه والرابعه، الثالثه والرابعه على طول بالظبط. فهم احنا كسبناهم 2-1 في استاد القاهره، وكان الماتش صعب جدا، كسبنا 2-1 في اخر دقيقه، بوتريكا جاب جون، وكان ماتش صعب جدا يعني. بعدها الحكم صفر، كلنا رايحين هناك معتقدين ان مستر مانويل هيقفل لان فرقه قويه جدا، يعني عملوا اداء علينا، يمكن احنا كنا في الماتش ده كنا يعني اسوء ماتش لعبناه في حياتنا. مستر مانويل عمل معانا عمل المحاضره وقال لك هنلعب زي ما احنا طريقتنا، هنهاجم بثلاثه ابو تريكا وفلافيو وبركات، وكسبنا الماتش ده. هم اول ما نزلوا قعدوا يهاجموا يهاجموا يهاجموا، اول ما جبنا احنا الجون الجماهير بدات بقى تزوم عليهم وبداوا سفرات الاستهجان، وحتى هنخسر هنخسر هنخسر، اللعيبه بدات في الملعب هديو. فالافارقه لازم في الاول تنزل انت اللي تبدا تجيب فيهم هدف، جبت فيهم هدف خلاص انت ركبت الماتش كله. انت بتتكلم في استراتيجيه لعب ممكن تكون مختلفه تماما عن المباراتين اللي الاهلي لعبهم مع لاسارتي في افريقيا خارج القاهره، وتحديدا امام شبيبه الجزائر، شبيبه الثوره الجزائري، وامام سيمبا التنزاني. لان الاهلي كان بادئ بطريقه دفاعيه وبالتالي حقق تعادل وخسر. الشكل اللي بتتكلم فيه ده لو اتحقق في مباراه فيتا هيكون ده الطريقه اللي الاهلي بيأديها لاول مره مع لاسارتي خارج مصر. انا مش مع المدرب اللي يجي بره مصر ادافع، لان انت هتدافع هتخسر. ما فيش فرقه تقدر تدافع طول الماتش وتفضل بنفس الصمود، انت لازم تهاجم، انت هتهاجم هتجبر الفرقه قدامك، انت اللي تجبرها على اسلوبك، مش انت، مش هم اللي يجبروك على اسلوبهم. فانت انا رايي ان هو الماتش ده ما يدافعش، هندافع الماتش ده هنخسر. طب نفترض مثلا انت بتلعب فرقه فيتا، فرقه فيتا على فكره بالمناسبه هي وصيف كاس الكونفدراليه العام الماضي، رغم انه خسر من الرجاء في المغرب ب3 أهداف مقابل لا شيء، لكن قدر يعمل رومونتادا. اي نعم يمكن ما حققتلوش البطوله ان هو فاز 3-1 والهدف اللي دخل كان هدف اعتباري لفريق الرجاء، لكن لو كان استمر الوقت كان ممكن يجيب هدف رابع. فرقه فيتا لما تكسب الرجاء في الفاينل وتبقى وصيف الكونفدراليه بتحقق نتائج كويسه، يعني شايف برضو صعوبه الماتش هتبقى ازاي؟ أو يعني زي ما قلت حضرتك في الاول، هو الماتش عامه صعوبته في ان انت تقارب النقاط اللي موجود بين الاهلي والمجموعه كلها مع بعض. يعني انت بتتكلم 7 6 5 4، يعني بتتكلم كل الفرق اللي حظوظ، يعني كله بيعمل حسابات ان انا لو كسبت ده وتعادلت ده فهوصل. فكل الفرق اللي حظوظ، مفيش فرقه مثلا عندها نقطه وفرقه عندها 9 فخلاص، فكل عنده دي من صعوبه المباراه. هم برده عندهم حظوظ ان هم يصعدوا، فهم بيفكروا ان احنا لو كسبنا الاهلي برده لا قدر الله هنصعد، فهتبقى ماتش صعب. فلازم يبقى مستر لاسارتي يلعب هناك بطريقه متوازنه على الفوز، ما لعبش ان انا عايز اخد نقطه، لان انت لو هتلعب انت تاخد نقطه او تتعادل هتخسر المباراه دي. طيب لعيبه الاهلي لما بتيجي تسافر سفريه زي دي، هل بيعيشوا اجواء المباراه وهم على الطياره اول ما بيطلعوا من القاهره، ولا بيبقى في محاضرات بقى نفسيه باول ما الفرقه بتوصل؟ يعني اللعيبه بعيدا عن الجهاز الفني بتتعامل ازاي مع احداث زي دي؟ والله احنا ايام مستر مانويل احنا كنا لا الموضوع عادي بالنسبه لنا احنا، يعني هو حتى مستر مانويل كان بيطلب مننا ان احنا ما نتشدش خالص، حتى ما كان يشوفنا انا وعارف على طول ان انا وبركات كنا على طول احنا بنهزر وبنضحك، فحتى ما كان يشوفنا كده يقول لك لا اضحكوا وهزروا، التركيز كله واحنا رايحين المباراه. يعني بيطلب بس في ال 90 دقيقه او واحنا رايحين المباراه، يعني بعد من اول المحاضره لحد بدايه المباراه، تحرك الاستاد وبدايه المباراه ده التركيز. حتى هو في اوضه اللبس كان ممكن يجي لي انا مثلا ويقعد يهزر معايا، هو كده يعني هو عارف انا كنت من الشخصيات اللي انا لو ما عرفتش اهزر ما اهزرش قبل الماتش، ما اعرفش العب، ما بعرفش اشد نفسي. فهو كان لا يعني احنا كان ايامنا كان كده، ما اعرفش دلوقتي بقى الظروف ايه، يعني بتختلف من مدرب لمدرب، كل واحد ليه مدرسته طبعا، يعني كل واحد ليه مدرسه، كل واحد يعني. كابتن حسام بدري ما كانش بيحب حد يهزر خالص حتى في التمرين. في مثلا كابتن طلعت يوسف مرني، كابتن طلعت بيحب التمرين ما حدش يهزر في التمرين. في مدربين تانيين لا يحب التمرين كله فريش عادي، يعني كل واحد حسب شخصيته يعني. طيب عايز ابدا معاكم الحديث عن هذه المباراه. اولا
التشكيله اللي ظهرت بها اللي ظهر بها الاهلي في مباراه الدوري الاخير امام بتروجيت. شفنا رمضان صبحي كان موجود على الدكه، حسين الشحات كان موجود على الدكه، بدا بجونيور اجايه وكان جيرالدو، لكن جيرالدو غير مقيد في القائمه الافريقيه. توقعاتك لشكل التشكيل، يعني ممكن يلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه بتروجيت، ولا ممكن يكون رايح رمضان ورايح حسين عشان يبدا بيهم هناك في الكونو؟ وجهه نظرك الفنيه يعني. طبعا لا، هو يعني انا اعتقد ان هو المدرب ده يعني بيعمل روتيشن على طول، يعني انا شايف انه بيعمل روتيشن على طول. حيث انه يبدا بجيراردو الماتش اللي فات برده، هو ممكن يكون بيريح حسين ورمضان برده للمباريات الافريقيه، خصوصا برده رمضان لسه راجع من الاصابه، فدي برده يعني تخليه ياخد اريحيه ان هو يبقى عنده ناس برده موجوده على الدكه كويسه زي رمضان. الماتش اللي فات انت بتتكلم دكه الاهلي فيها رمضان وحسين الشحات، يعني انت عزار واحمد فتحي، واحمد فتحي يعني حاطط يعني الدكه تقيله جدا. ودي من اسباب نجاح اي فرقه اللي ان الدكه بتاعتها تكون تقيله جدا. فانا شايف المباراه الجايه لازم يلعب بتوازن حتى في التشكيل، يعني ولا يقفل الملعب اول يفتح الملعب اول. طيب ان طبعا هم الفرقه دي عندها سرعات، يعني فرقه الكونغو عامه عندها سرعات وبيمتازوا بالمهاره جدا. فانت لو فتحت الملعب ليهم هيبقى الموضوع صعب، ولو قفلت الملعب قوي برضه تفضل تدافع طول الماتش، هياخدوا انطباع عنك انت جاي تتعادل، فهيبداوا هم يهاجموا، هيبداوا مع الجماهير مع القصه دي، فهنخش في مشاكل. فرايي ان لا، يلعب بطريقه متوازنه احسن. الاهلي مسافر باثنين حراس مرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي، كلنا عارفين الشريف اكرامي اصيب. لكن لو عايزك تضع التشكيل، يعني نبدا بمحمد الشناوي والتشكيل ممكن شايفه ازاي مع وضع في الاعتبار ان عمرو السوليه كان مصاب ولسه هيبدا اول تدريباته غدا مع الفريق في الكونغو، امكانيه بقى الدفع بوليد ازارو من البدايه، الدفع بجونيور اجاييه، وجود مروان محسن، اصابه صلاح محسن في اللحظات الاخيره وعدم سفره مع الفريق، المعطيات يعني شايفها ازاي؟ برضو اصابه حمدي فتحي وعدم سفره مع الفريق، شايف كل هذه المعطيات لو انت بتضع تشكيل الاهلي لهذه المباراه؟ ما انا عشان نتكلم في طريقه متوازنه لازم نحط تشكيل متوازن. لازم تحط تشكيل ما بين ناس بتعرف تدافع كويس وناس بتعرف تهاجم كويس. ما ينفعش يبقى انت عامل تشكيل كله دفاعي او تشكيل كله هجومي. فانا اعتقد ان المباراه هيبقى الشناوي، محمد هاني، زي الماتش اللي فات ياسر وايمن ومعلول ناحيه الشمال في نص الملعب، السوليه، ممكن السوليه اتوقع نبدا بالسوليه. ما انت الوحيد اللي عندك بيعرف يلعب في سته هو السولية. لو كان عاشور موجود او حمدي كان ممكن يبدا بيهم. الاثنين للاسف غايبين عن المباراه. السولية وهشام. هشام ولا كريم؟ نيدفيت ممكن نلعب الثلاثه في نص الملعب. اعتقد نلعب الثلاثه في نص الملعب، يعني يلعب السولية وهشام ونيدفيت وثلاثه قدام، سواء ممكن يلعب رمضان واجايي ومروان. اعتقد هنلعب كده، اعتقد انه مش هيلعب 4 2 3 1. ده 4-3-3. شكل التشكيل ده هيكرر نفس الشكل اللي اتلعب بيه في مباراه سيمبا، اللي كان فيه ثلاثه في نص الملعب، كان السوليه وهشام وحمدي فتحي، وبعد كده نزل كريم، فكان نص الملعب ما كانش ماشي بشكل كويس. اعتقد ان انت عشان الماتشات دي عشان تكسبها لازم تستحوذ على منطقه نص الملعب. لو انت الفرقه الافريقيه لو انت اديتها الاستحواذ، هم فرقه افريقيه بتحب تباص كتير ويحبوا يعملوا شو قدام، وهي فرقه كوره على فكره، فرقه كوره كويسه بيباصوا كتير. فانت لو انت نص الملعب كان عندك مشكله في نص الملعب، او انت فاتح الملعب قوي هيحصل مشكله. فانت عشان انت تستحوذ على نص الملعب لازم تحط ثلاثه في نص الملعب، فتبدا 4-3-3. تمام. الثلاثي خط الهجوم انت شايف اجايه مع وليد ازارو، اجايه مع مروان. اعتقد ان مروان هو اللي يبدا، يعني مروان عامل اداء كويس المره اللي فاتت. شايف من العداله ان مروان يبدا زي ما بدا المباراه اللي فاتت؟ طبعا لا. مروان انت يعني طول متعودين في النادي الاهلي طول عمرنا اللي بيلعب وبيمشي كويس خلاص بيكمل. مروان عامل اداء كويس جدا. انا عامه من الفراوده اللي كانت بتتعبني جدا وانا بلعب عليها مروان محسن. مروان هو مروان يعني فرود هجام، اللي هو بمحطه كويسه، اللي بمحطه كويسه ده بيتعبك في يعني بياخد منك مجهود بدني فظيع. فانت بتحس ان انت يعني طول الماتش انت حاسس ان الفرود اللي بيلعب عليك ده مضايقك، يعني مش 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 بالنسبه لك هو مستباح ان انت في اي وقت تاخد منه كرة. لا، هو بيحجز كويس، محطه كويسه، بهيدرز كويس جدا، بيفنش على الجون كويس جدا، بيجري كتير جدا وبيضغط. فانا شايف ان مروان الفتره دي، هو طبعا الفتره دي اميز فتره دي مع اجاييه، مع رمضان او حسين الشحات.
في جزئيه يمكن البعض شايفها ان دي عداله من لاسارتي، يعني لاسارتي بالنسبه له التيم كله واحد، لكن الربع ساعه اللي اداها مروان محسن لما نزل في الجزء الاخير في مباراه الجونه هي اللي مرحت لي التشكيله الاساسيه بعدها في مباراه بتروجيت، وده بالتاكيد الانطباع اللي جالك لما حتى توضعت التشكيل في مباراه فيتا كلاب. شايف نظريه لاسارتي في اختيارات التشكيل والاعتماد على عدد من اللاعبين، نظريه العداله اللي بيطبقها بشكل جيد، وجهه نظرك في فكر المدير الفني مارتن لاسارتي؟ العداله هي اساس نجاح اي حاجه في الدنيا. فطول ما انت بتعدل ما بين اللعيبه عندك هتلاقي النتائج ماشيه كويسه. فانا شايف ان هو الراجل فيه ميزه كويسه ان هو ما بيرضخش الاسماء نجوم، ما بيرضخش الضغط جماهير ان لازم تلعب ده ما تلعبش ده، اللي شايفه هو كويس بيلعبه. بدليل ان انت كريم نيدفيد من فتره الجماهير كانت بتتكلم على كريم نيدفيد والولد عمل اداء كويس جدا وبقى اساسي بالنسبه للناس كتير، كان في ناس بتلعب ايام كارتيرون دلوقتي ما تلعبش. فانا قصدي شايف ان الراجل لا بيطبق مبدا العداله، وانا حاسس ان هو من الناس المدربين اللي بياخدوا بالتمرين. فكرته ان كمان دفع بجوني رجائيه في مركز الجناح بعد ما كان 3 4 مباريات معاه اساسي في مركز راس الحربه، حتى لو كانت الظروف اضطراريه، يعني مثلا اصابه وليد ازارو وعدم جاهزيه صلاح محسن، مروان كان راجع من اصابه من فتره طويله، فاعتمد على جايف مركز راس الحربه، ثم في المباراه السابقه اعتمد عليه في مركز الجناح. شايف وجهه نظرك بالنسبه لاداء جونيور اجايا يا كابتن احمد، الافضل مركز ليه او الاداء اللي انت شايفه هجوميا بينتج فيه بشكل قوي، المركز الجناح ولا مركز راس الحربه؟ الجناح. طب لان اجايا من اللعيبه اللي بتيجي بوشها كويس، هو جاي بوشه بيبقى احسن. فانت لما تلعبه مهاجم او بيلعب فرويد بيبقى اغلبيه الوقت بيبقى بظهره ومسلم نفس المدافعين، فما بتحسش بخطورته قوي، بغض النظر ان الماتشات اللي هو لعبها فرويد هو كان كويس فيها، بس على الاستمراريه مش هيبقى كويس. لكن هو جونيور اجايا من اللعيبه اللي عندها رؤيه كويسه، بصير كويس، بيعرف بيبقى عنده رؤيه كويسه للتحركات اللعيبه، فانا شايف ان هو في مركز الجناح بيبقى احسن بكتير. طيب بمناسبه الرؤيه الكويسه واحنا بنتكلم في اختيارات المديرين الفنيين، تتذكر مين من المدربين اللي كانوا موجودين معاك في قطاع الناشئين ودايما كده كان ليه شغل معاك في خط الدفاع وكان بيحبك قوي؟ كابتن محمود صالح طبعا. طب قول له الو. الو. ازيك يا كابتن محمود؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن محمود؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ خليك الله. الحمد لله. الحمد لله يا كابتن. اولا احمد السيد يمكن كنت بتكلم معاه قبل الهوا على قطاع الناشئين وخط الدفاع والمدربين اللي كان ليهم دور معاه، ذكر لي اسم كابتن محمود صالح تحديدا. انا مدير الاداره على فكره، مدير اداره الشيخ المواحد. لا لما كان احمد في قطاع الناشئين. تمام، مدير اداره الشيخ المواحد. تمام. ايام بقى قطاع الناشئين احمد السيد بن مش لجنه كمان اداره، مدير اداره. تمام. عمر بعطل كلامك استاذ. لا 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 يا كابتن محمود مفيش مشكله. طيب نذكر بقى ايام قطاع الناشئين لما كان احمد السيد في القطاع واحد المدافعين، وانا حتى قبل الهوا كنت بتكلم معاه عن قطاع الناشئين والمدربين اللي كان لهم دور حتى معاك في الشغل التخصصي في خط الدفاع وحتى اداؤه وكلامه معاك وبعض المباريات، ما ذكرش غير اسم كابتن محمود صالح، قال لي تحديدا الكابتن محمود صالح. لا انا كنت يعني متنبه ان هو هيكمل في الدرجه الاولى الحقيقه، يعني سنوات طويله لعبها احمد الحقيقه، ومن اكثر اللاعبين لعبوا في المكان ده، وكانت يعني سنوات يعني جميله على النادي الاهلي، حصلوا على اكثر بطولات الحقيقه على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، كان جيل كويس جدا الحقيقه، يعني قدم الكثير للنادي الاهلي الحقيقه. احمد طبعا كان مميز الحقيقه، وانا كنت شايف انه هيكمل، وكان بيتفوق على ناس كثيره كانت بترشح للفريق الاول. انا كنت على فكره انا مريت بالظروف دي برضه، يعني يمكن كان في ناس بترشح بعض اللاعبين ان هم يكملوا في الدرجه الاولى، وكان الكابتن احمد ماهر برضه الله يرحمه كان متوقع ان انا اللي هكمل يعني. النبوءه دي كابتن يعني ربنا وفقه فيها كابتن احمد ماهر الله يرحمه، وانا وفقت برضه مع احمد في التنبؤ طلع سليم يعني الحمد لله، ومن الناس الكويسه احمد على حتى على المستوى الشخصي والاخلاقي ممتاز. وهو في قطاع الناشئين معاك كان بيتميز باللعب بأني رجل، الرجل اليمنى ولا الرجل اليسرى؟ الاثنين. الاثنين حقيقي. الاثنين برضه. بيمر بالاثنين. تمام. هو مبسوط واحمد عمال يشرب الشاي. اكرمك كابتن، حضرتك طبعا الناس المحترمه جدا ومن الناس. كان طبعا سنوات طويله ورا، نتمنى نشوف كده ناس زي احمد السيد الحقيقه، هو على فكره ما خدش حقه الحقيقه على المستوى الدولي، يعني كان المفروض يكون له دور اكبر من كده على المستوى الدولي، انما هو ما خدش حقه للاسف. اكرمك كابتن. احمد كابتن انا طبعا متشكر على الكلام ده يا كابتن، وحضرتك يعني انا استفدت من حضرتك كتير في الحياه
الكرويه والشخصيه طبعا من الناس المحترمه جدا وشخص واضح جدا كابتن محمود يعني، والحمد لله بعد ربنا سبحانه وتعالى كابتن محمود له فضل كبير جدا ان هو وصلت لنا فيه ده. طيب كابتن محمود وانت معايا، اسال احمد سؤال، لو وانتوا معاه وهو كان مدير فني او كان مدرب معاكم في فريق الناشئين، لو خرجتوا بالمباراه تعادل او خساره كان بيعمل معاكم ايه؟ لا كابتن محمود كان بيعنفنا على طول يعني، بس هو كان بيعاملنا كاخوات كلنا. كابتن محمود بيضحك يعني، حاسس ان هو عارف انا مش هقول كان بيعمل ايه معانا. هو مش هيقول، مش هيشرح. لا مش هقول، لا هو كابتن محمود لا بيعاملنا كلنا كاخواته، وكان على طول بيوجه لنا النصايح. هو كابتن محمود عنده ميزه ان هو غيور جدا على النادي الاهلي. كان لما كنا بنخسر ماتش كان معانا كابتن مختار كان مدير فني، وكابتن محمود كان معاه مدرب، كان كابتن مختار بيبقى هادي وكابتن محمود هو اللي متعصب جدا وبيزعق لنا، وحتى كابتن مختار كان قاعد يقول لك يا كابتن محمود اهدى شويه. لا هو طبعا كابتن محمود كان غيور، بس هو كان بيعاملنا ان هو كاخواته يعني طول عمره. يا كابتن محمود اتفضل. مفتقدين التعنيف ده دلوقتي؟ لا ما انا يعني ما بحبش اللعيب اللي هو بيبقى يعني مش متحمل مسؤوليه وعايز مصلحته وعنده امل وعنده طموح يلعب في الفريق الاول بعد كده منتخب. يعني في لعيبه كتير قوي احسن مننا وما لعبتش واحنا وصلنا ولعبنا. تمام. فانا دايما يعني مهم جدا اللعيب يكون عنده طموح وامل، والامل ده مش هيجي بسهوله يعني، لازم تكافح ولازم تجتهد ولازم وفرقت جدا يا كابتن. هو بيجتهد هو اللي بيكون له نصيب في اللعب الحقيقي وبيكمل. وفرقت جدا يا كابتن في شخصيتي اما او شخصيتنا اللي اتمرنوا مع حضرتك، فرقت جدا ان احنا لما صعدنا فريق اول وانا كنت كابتن فرقه، فرقت جدا في شخصيتي ان انا حاسس ان انا قائد، حاسس ان انا بتحمل مسؤوليه وعالم الصغيرين اللي طلعوا بعديا سواء حسام عاشور او عماد متعب ان احنا نبقى نتحمل تمام. مسؤوليه وفي نادي الاهلي فانيلا غالي علينا الحمد لله يعني اللي احنا وصلنا احنا فيه الحمد لله. برضه يا كابتن محمد احنا اتعلمنا من الاجيال اللي قبلين. انا كنت محظوظ لما طلعت درجه اولى، كان فيهم المرحوم الكابتن ثابت والكابتن اكرامي والكابتن مار همام والكابتن مصطفى يونس اكيد المختار والكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده، مش عايز انسى حد الحقيقه، وكابتن شطه، كل الناس الحقيقه ما فيش شك اتعلمنا منهم يعني، وان شاء الله نتمنى ان احنا نكون يعني كنا استمرار ليهم يعني ان شاء الله. وانت معايا كابتن محمود اسالك كده سؤال اخير بقى متعلق بمباراه الاهلي وفيتا وفرصه، وانت معايا يعني احساسك توقعاتك رؤيتك للمباراه الافريقيه القادمه ان شاء الله يوم السبت الساعه 6 بتوقيت القاهره، شايف المباراه ازاي؟ مفيش، هو اخر مباراه لينا الحقيقه ممكن بتروجيت اداء كان كويس بشكل في تركيز كويس، ويعني النادي البطولات والنادي الاهلي محتاج شخصيه لعيبه ليها سمات كده ومميزات معينه في شخصياتهم هم اظهروها في المباراه اللي فاتت، اتمنى انها تستمع. والبطولات مش هتيجي بكده، مش هتيجي بمستوى فني بس، لازم يكون عندك شخصيه وعندك ثقه في نفسك وعندك اراده انك تحقق البطولات ديت. فانا شايف يعني الحمد لله بدانا، ممكن كانت غايبه شويه الفتره اللي فاتت تظهر بنسبه قليله، انما ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. باذن الله. كابتن محمود صالح مدير اداره اكتشاف المواهب، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب في خطواتك القادمه مع النادي الاهلي. شكرا جزيلا. طبعا كابتن محمود انا من الشخصيات فعلا اللي بعتز بيها في حياتي، انا متواصل معاه على طول لان فعلا هو الحمد لله يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى فرق جدا في شخصيتي يعني فعلا. كنا صغيرين ما كنا يعني. كان مين معاك في التوقيت ده في الفريق الناشئين؟ لا انا الفرقه بتاعتي في الناشئين تلعب كاس عالم. كاس عالم الفرقه على مستوى عالي. احنا حصل ظروف كده، احنا كنا مواليد 80 ومواليد 79 فحصل لغوا فرقه فيهم وحصل دمج، فخدوا اللي هم المميزين من مواليد 80 مع 79. 79 بقى اللي هو كانوا مين؟ كان ابراهيم سعيد، وجوده، احمد صلاح حسني، امير عبد الحميد، حسن مصطفى، اسامه حسن. فرقه يعني فرقه تاخد كاس عالم. اتصعدت معاهم انا وفضل وكنا وهاني سعيد، كنا مجموعه قليله، ياسر علي، اشرف ابو زيد، كنا مجموعه قليله. ففرقتنا كانت فرقه قويه جدا يعني، يعني كان اللي بيتعادل معانا فعلا يعمل فرح. وكل الاسامي اللي ذكرتها على فكره حتى بعد كده بعد ما مشيت من الاهلي طبعا لا لعب في دوري ممتاز. فرقتنا كانت يعني هاني سعيد من اللعيبه الكبيره اللي لعبت معاه في حياتي، احترف في ايطاليا، احمد صلاح حسني احترف في شتوتغارت الالماني، اشرف وزيد برده سافر، واشرف زيد طبعا مدرب كبير في الناشئين حاليا من المدربين الكويسين جدا. كان معانا فتره برده كابتن احمد سراج من برده اللعيبه اللي كانت مهمه جدا، ما كملش لكن طبعا ربنا كرمه جدا في ان شاء الله يبقى مدرب كبير، مدرب مصر ان شاء الله كابتن احمد سراج. كانت فرقه بتاعتنا تقيله جدا بجد في الناشئين، كان بيتعمل لها الف حساب.
يلا خير ان شاء الله باذن الله. ودايما كده قطاع ناشئين كان في ذكريات كلها حلوه ويا صفه الكابتن محمود صلاح من المدربين والقيادات الكبيره كانت في خط الدفاع في النادي الاهلي في التمرينات طبعا. فمدرب امكانياته طبعا. لا يعني كابتن محمود كان يعني كل تمارين معانا كانت تخصصي فكان فعلا يعني انت كنت لسه صغير فتبقى الموضوع بالنسبه لك واخد الدفاع تعلم حماس يعني انت واخد الموضوع بالنسبه لك ان انت حماس ان انت عايز تجري وعايز تقطع لا بقى يعلمني يعني علمني ازاي انا احس المهاجم يعني هو كان على طول بيعمل لي حركه كان هو مميز بيها على طول يقول لي وانت واقف على طول ايدك لازم تبقى لمسه المهاجم ليه قال لي عشان تبقى انت حاسس اما يجي يتحرك فتبقى انت حاسس هو بيروح فين بقاش انت باصص كده هو يجري منك فانت يجي حتى لو اتحرك انت ممكن تحجزه بايدك ففعلا الحركه دي انا بقيت اعملها طول عمري فرقت معايا جدا وبقيت حتى الاجيال اللي بتيجي بعدي سواء انا لعبت في الانديه اللي لعبت فيها بقيت لو في ناشئ جنبي صغير او مدافع صغير اقول لازم تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا واديله الخبرات لان احنا فعلا احنا يعني في النادي الاهلي الميزه ان اجيال بتسلم اجيال ده حقيقي كابتن محمود ادانا خبراته وانا الحمد لله مدي خبراتي للي اصغر مني واللي اصغر مني لما يكبر هيدي خبراته للي اصغر منه لازم يبقى التعامل كده بيننا في النادي الاهلي طيب واحنا بنتكلم بقى عن تشكيله فريق النادي الاهلي وذكرت عدد من اللاعبين اللي هيبداوا بشكل معين في التشكيل في نقطه يمكن لفتت انتظاري يعني انتباهي في مباراه بتروجيت الاخيره ناصر ماهر لما كان بجوار جيرالدو واجايه كان تحس ان الريتم سريع او الايقاع سريع او الباصه بتاعت ناصر كانت سريعه لقدام لما كان حسين ورمضان حسين الشحات ورمضان صبحي كنت بتلاقي طريقه لعب مختلفه او بتلاقي ان اللعيبه بتقف على الكوره اكتر وكان مع تحرك ناصر لقدام او حتى بيستلم وكان التحرك مختلف شايف وجهه النظر دي ازاي ان اداء لاعب زي ناصر ماهر اختلف بتغيير اللاعبين اللي بجواره هو دي بترجع لطبيعه لعب اللاعب اللي بيلعب جنبك يعني رمضان وحسين بيعتمد اكتر على الاحتفاظ بالكره يعني هو لعيب مهاري رمضان او حسين فبيحب يحتفظ بالكره كتير عكس اجي بيلعب لمسه ولعبه اغلب الوقت لمسه ولعبه فانت لمسه ولعبه دي بتسرع الكره فانت بتحس ان الدنيا معاه سريعه قوي فرمضان بيبدا ناصر بيبدا يتحرك معاه كتير لكن انت اما رمضان بيمسك كره كتير فبيعطل الدنيا فانت تبدا اللعيبه الفرقه الثانيه ترجع الموضوع بيبقى الخطوره بتاعه الهجمه بتقل فاعتقد ان هو ده السبب يعني ان انت بس شايفها ميزه انك عندك اكتر من طريقه لعب في تنفيذ الاداء الهجومي حسب المدرب بتاعك بيحب ايه يعني في مدرب بيعتمد على لعيب واحد بس ان هو يمسك الكره بتاعه يلعب الفرقه هو اللعيب ده مثلا رمضان صبحي ناحيه الشمال بيعدي هو هيعدي في لعيب تاني لا يعني احنا مستر مالو جوزيه كل تمريننا لمسه لمستين ما فيش واحد ياخد الكره ويجري بيها لا انت لو شفت ماتشاتنا كلها هتلاقي كله لمسه لمستين باص وتحرك باص وتحرك باص وتحرك هو كل كلامه معانا كده هو كل كلامه باص موف ما بكل كلامه معانا كده هو كان في تدريب دايما كده ما بيقولش غيرها في التمرين يعني حتى بيقف بره كل توجهاته كده باص موف حتى في الماتشات ما بيقولش غير كده ان هو معتقد ان هي فعلا الكره كده انت باص وتحرك باص وتحرك باص وخد مساحه باص وتحرك في مساحه فاضيه فانا شايف ان هي حسب طريقه لعب اللي جنبك بتجبر اللعيب هو يلعب ازاي يعني مثلا حسب الفراوده في مثلا ازارو يحب ياخد في مساحات عكس مروان محطه فانت اللي بيلعب مع ازارو بيبدا عارف ان ازارو طبعا بيبقى عامل هو متكلمين مع بعض انا بحب اخد في مساحات فبيمسك الكره عارف ان ازارو بيروح هنا فيعمله الطويله عكس مروان لا مروان عايز محطه فياخد في صدره يستنى الكره وياخدها في صدره فانت كل حسب اللعيب اللي بيلعب اللي قدامك انت بتلعب عشان على طريقته يعني مثلا احنا كنا بنلعب حسام غالي حسام من اللعيبه الكويسه جدا تلعب له كره في اي حته يعني حسام ممكن لو قدام الجون تبص له الكره عارف انت هتتصرف فيها زي هاني سعيد في لعيب تاني لا انت عارف ان هو مثلا لا كورته مش عاليه قوي فبتبدا ان انت لا ده مش عاليه قوي فابدا العب على المضمون معاه فانت حسب اللي قدامك انت اللي بتحدد بس حسام لو زنقته في نص الملعب يا ويلك بعد لا الماتش. اللي كان مميز قوي في الموضوع ده ابو تريكه ابو تريكه من الناس اللي انا كنت فعلا احنا بنلعب هو فعلا هو بيجي لك بيديك الحل يعني هو جاي لك بيديك الحل فانت بتبقى بالنسبه لك المدافع واخد اريحيه ان انت مش هتغلط يعني الغلط عندك زيرو ريسك خلاص انت خايف انت ابص لده عشان ما تطلعش لا ابو تريكه ما شاء الله تديله الكره انت عارف هو بيعمل بيها ايه هو واخد الكره عارف ان هو هيتصرف ازاي عنده رؤيه ما شاء الله يعني انا كنت بحس ان ابو تريكه احنا بنبقى شايفين الملعب كده هو شايفه من فوق فشايف كل حاجه في الملعب يعني هو قاعد واحد قاعد فوق كده فشايف كل اللي في الملعب بيحرك في المساحه اللي عارف ان الكره هتتباص فيها وبيبقى عنده رؤيه يعني بيستلم الكره شايف كل الملعب
يعني اي لعيب بيبقى شايف الكوره خلاص شايف الحته اللي هو فيها. هو ابو تريكه شايف كل الملعب، فالكوره بالنسبه له سهله قوي، بيمسك الكوره يغير الملعب بالخارجي يعني باسهل حاجه في الدنيا ابو تريكه كان بيلعب بيها. فده كان يديك اريحيه كمدافع ان انت عارف ان انت بتبصيله وعارف ان هو بيريحك انت. طب مين اللعيب اللي كنت بترتاح جنبه وانت طالع في خط الدفاع؟ كابتن عماد النحاس. عماد النحاس هادي. بص يعني مهما اتكلم على كابتن عماد النحاس ده مش هقدر في له حقه، لان كابتن عماد اول حاجه يعني قائد. يعني انا كنت بلعب في ماتشات انا كابتن فرقه، بس انا كنت بحس ان كابتن عماد هو القائد بتاعي. كابتن عماد هادي جدا، توجيهاته كلها، لان انت المدافع 70% من ادائه كلام. يعني 70% من اداء المدافع كلام طول ما انت واقف. يا عماد تعالى شمال، يا احمد تعالى يمين، خلي بالك بص على ده، لازم نقعد نتكلم مع بعض. خط الدفاع بالذات تكلم اللي قدامك، يعني انت الوحيد اللي شايف كل حاجه، انت اللي شايف اللي قدامك. كابتن عماد ما شاء الله يعني بيتكلم كلام كله ايجابي، يعني حتى انت اطلع الخط ومالكش دعوه، احمد روح سنه ارجع سنه. فلا ما شاء الله من الناس اللي فعلا فرقوا جدا في ادائي. يعني انا من احسن المباريات اللي عملتها في حياتي وانا بلعب مع كابتن عماد النحاس. ورغم انك كنت بتلعب برجلك اليمين او رجلك الاثنين، بس بتميل اكتر حتى في الباص برجلك اليمين، لكن كنت بتميل دايما لجبهه اليسرى. هو مستر مانو كان بيلعب ناحيه، يعني انا الوحيد في المدافعين كلها اللي كنت بعرف العب ناحيه الشمال. لان انت بتلعب، احنا كنا بنلعب بطريقه اللي هي الناس فاهمها دلوقتي، احنا كنا مش بنلعب 5 3 2 لا 3، احنا بنلعب 3 3 4 3 3 4 3. يعني انت عندك الباكين سواء جيلبرتو سواء احمد فتحي ما بيدافعوا، يعني طايرين بيرجعوا بس في اما يكون مثلا مضغوطين فيرجعوا. فانا كنت باخد الناحيه الشمال بغطيها، وكان مستر مانو لما يجي مرنا في التمرين كان بيقسم الملعب ثلاث تلات، تلت وتلت وتلت. انا واخد التلت الشمال وعماد النحاس التلت اللي في النص وقال التلت اليمين. فانت انا بدافع بس عن التلت ده، لو المهاجم دخل عن التلت بتاع عماد هو اللي بيمسكه وانا اغطي عماد. راح عند وائل، وائل يمسكه وعماد يغطي. ف يعني كان الناس كانت فاكره ان احنا بنلعب بطريقه ان احنا بنلعب خمسه ورا، لا طبعا. استمتعت بالكوره في التوقيت ده يا كابتن احمد؟ طب بص يعني هو كان دايما جوزيه بيقول لكم استمتعوا بالكوره. هو كان بيقول الكوره، كان لما كان يقول لك الناس الجماهير يغني يقول لك دي مش كوره دي مزيكا، يقول لك بص يعني يمسك لنا كانه بيعمل جيتار كده لنا كده. الكوره فعلا مزيكا لازم تستمتع بيها. فهو كان حتى في التمرين كل شغله على الاستمتاع، ان احنا نلعب ازاي، نمتع جماهيرنا ازاي. بيقول لك الاستمتاع ده اللي هيخليك تجيب، طول ما انت مستمتع بحاجه فهتعمل فيها احسن ناتج. فاحنا كنا فعلا كنا بنستمتع بالكوره، والاكثر متعه ما كنا بنفرح جمهور الاهلي. يعني احنا غير دلوقتي خالص طبعا، ان عدد الجماهير قليل، احنا كان ماتشاتنا كلها 50 60 الف و100 الف في الاستاد. فكان الموضوع طبعا انت كنت موجود، الموضوع مختلف جدا خالص. الموضوع مختلف، فاحنا طبعا انت كنت بتحس احساس ثاني خالص. انت انا فاكر مباراه القطن الكاميروني، هدفين في اول ربع ساعه بسبب ضغط الجمهور. طبعا هم كانوا نازلين خايفين. الكرنفال اللي اتعمل مع صفاره البدايه طبعا، والدخان اللي اتعمل في الثالثه شمال. اول ربع ساعه هدفين في قطن الكاميرون، وفي التوقيت ده قطن الكاميرون 2008 كان اسم كبير وكان فرقه ثقيله. انك تجيب هدفين في ربع ساعه كان ضغط الجمهور. ولو تتذكر في التوقيت ده الاتحاد الافريقي حتى استحدث جائزه افضل جمهور في القاره الافريقيه كان جمهور النادي الاهلي طبعا، من الشكل اللي شافه حتى في النهائي طبعا. لا كمان اللون الاحمر، اللون الاحمر عامه بيخوف، يعني اللون الاحمر بيخوف عكس اي لون ثاني. انت لاحظ كده، شوف كده اي فرقه في العالم جمهورها فرقه بتلبس احمر وجمهور احمر، انت تلاقي شكل الملعب تحس ان انت مرعب قوي. فاللون الاحمر تملي بيخوف، فمنظر الجماهير في الاستاد بكله احمر كده بقى شكل مرعب جدا لاي فرقه. انا كنت بحس بالفرق دي، يعني الفراوده اللي بيلعبوا علينا والمهاجمين انا كنت بحس بيهم. هم فعلا احنا بنتفرج عليهم في فيديوهات، لا هم جامدين، بس لما بيجوا الاستاد فعلا استاد القاهره مقبره. اللي بيجي فعلا بحس ان هو خلاص بيفقد 50 60% من مستواه. طيب هبدا اتكلم معاك اكتر بقى في التفاصيل الفنيه المتعلقه بالمباراه الافريقيه. الاهلي داخل على مباراه فيتا وعامل نتائج يمكن افضل محليا عن القاره، عن الماتشات الافريقيه. يمكن الاهلي محليا منذ الحصار امام بيراميدز يوم 4 يناير لعب في الدوري حوالي 9 مباريات، فاز بالتسعه كلهم، يعني 27 نقطه من 9 مباريات بالكامل، احرز 19 هدف وعليه 4 اهداف، منهم حتى 5 مباريات كان في كلين شيت، يعني ما فيش اي اهداف منيه بيها مرمى النادي الاهلي. الاداء الفني لفرقه النادي الاهلي على المستوى المحلي بالارقام ديت ليها مقياس بالمباريات الافريقيه، ولا هنا الشكل غير الشكل؟ لا الشكل مختلف طبعا، الشكل والدوافع مختلفه. والدوافع كمان طبعا. طبعا انت بتتكلم في بطوله، بتتكلم في بطوله مثلا 13 14 ماتش، بطوله افريقيا بتتكلم في حاجات صغيره يعني.
يعني بتتكلم في بطوله الدوري بتتكلم في 36 ولا 38 ماتش، حاجه مختلفه. لا الدافع مختلف والطموح مختلف والحسابات مختلفه. انت ممكن تكون بتلعب فرقه بتسرع على الهبوط فهتنزل تموت نفسها قدامك فدي تاثر عليك، لكن لا افريقيا ليها حسابات تانية لان البطوله عامه هي الاقوى. يعني بطوله افريقيا هي الاقوى في القاره كلها، فاكيد كل فرقه تبقى عاملها حساب ان هي سواء ده هصعد كاس عالم الانديه سواء استفيد ماديا بالفلوس اللي هجيلي، فتبقى الموضوع لا طبعا طموح مختلف خالص في الاثنين. بس هو بيدي اريحيه للجماهير، انت برضو اما بتبقى بتكسب رايح بالنتائج ديت محليا بتريح جماهيرك ان انت الاهلي بيكسب فيبقى مطمن، لكن انت لو خسرت ماتش في الدوري وعندك بقى ماتش في افريقيا يقول لك طب ما انت يعني بتقلق فالناس هتبدا قلق، فالقلق ده يبدا طبعا. يعني دلوقتي السوشيال ميديا دلوقتي بقت صعبه جدا، كل اللعيبه بتسمع. يعني احنا ايام ما كنا بنلعب ما كانش فيه الموضوع ده، كان الموضوع هادي جدا فما كناش بقى، وكان اخرها مثلا برنامج تلفزيوني عادي ما كناش مركزين، احنا ما كناش بنركز تمام. يعني احنا يعني ما كناش بنركز، لكن دلوقتي اراء كلها على السوشيال ميديا، كام برنامج وكام حاجه في التواصل الاجتماعي بتوصل للعيبه حاجات سلبيه وحاجات سلبيه من المنافسين. المنافسين بتوعك بيبداوا برضو يصدروا لك قلق ده في كذا، والناس بتكتب حاجات غلط، وانت غصب عنك كل لعيب وشخصيته. ممكن لعيب ما بيتاثرش، لعيب هو طبعه بارد ما بيتاثرش مهما يسمع عنه، لا هو كده. وفي لعيب تاني ممكن اول ما يبدا الناس تتكلم على وحش او الناس تهاجمه يبدا مستواه يقل. فاعتقد هي الصعوبه في كده دلوقتي، ان انت ما بتخسر ماتش دوري وعندك بعدها ماتش في افريقيا. يعني الناس كلها مطمنه انت رايح ماتش فيتا كلوب هتكسب ان شاء الله. ليه؟ بالاداء اللي انت عملته امام بتروجيت، كسبان 4 باداء بجوان ولا اروع، اجوان كلها متعه، الاجوان كلها ملعوبه. انت نسبه استحواذ في الماتش ده 70 30، يعني انت مستحوذ طول المباراه. هي درجه الاستحواذ مع لاسارتي على فكره اختلفت تماما عما كان موجود باتريس كارسيرون حتى في البطولات الافريقيه. يعني ارتفعت مره واحده من نسبه حوالي 35 40% الى حوالي 60 70%. ليه بقى؟ ليه؟ سالت نفسك ليه؟ ليه؟ لا بسألك. اسلوب اللعب. كالتيرون كان كل اعتماده على الكور المرسله الطويله ويلعب على الكره الثانيه. فانت الاستحواذ لازم بساط كتير. ليه برشلونه على طول استحواذ؟ ودي شخصيه الاهلي على فكره. طبعا. لا شخصيه انا دي شخصيه اي فرقه. لازم. بس كان حتى ايامكم لما كان مع مانويل جوزيه كان الشخصيه بتفرضها من خلال العدد الباصات الكتير والاستحواذ الكتير. احنا مره مباراه الزمالك حاجه و40 نقله. وانتهت بجون. لا احنا نقل، لا مش بجون حاجه و40 نقله في ماتش من ماتشات الكؤوس. ماتش احنا كنا كسبانين الماتش ده كان 2-0. حاجه و40 نقله بالظبط. حاجه و40 يعني نقله. يعني انا كنت حوالي ثالث واحد فيها، ثالث واحد ونقلت تاني، الكوره كانت بترجع لنا ورا قاعدين نقل كتير، عملناها كتير. فهو كان نفسه جوزيه كل حياته كان يقول لنا على طول باس رباس باس رباس، يعني باس ورجع الباس، باس ورجع الباس، يعني اباصيلك تباصيلي تاني ما توقفش الكوره. فلا كان عشان كده دي انا شايف ان دي شخص لازم تكون شخصيه اي فرقه، ان انت يعني بتبقى عندك شخصيه في الملعب، انت لازم تقعد تباصي كتير. لكن كالتيرون كان كل لعبه كوره المرسله للامام، فانت ما تحسش بيها استحواذ، انت خدتها ما خدتهاش فانت مش هتحس باستحواذ. ما الفرقه الثانيه برده عندهم ناس بيدافعوا هياخدوها، فدي اللي فرقه. لاسارتي بيعتمد على النقل الكتير لحد ما تلاقي ثغره معينه يبدا يقتحم منها. رايك كيف لاسارتي؟ شايفه ازاي في المده القصيره؟ يعني احنا بنتكلم في فتره شهرين، في فتره شهرين فرض شخصيته، فرض طريقه لعبه طبعا. فهم بسرعه اللعيبه، في حاجات كتير ممكن نقولها، عناصر كتير قوي ممكن نقولها ونذكرها. بص انا عامه انا ما كنتش اعرفه، بس انا بقيم المدرب اللي قدامي بالنتائج بتاعته مهما حصل. ياما في مدربين كتير جدا كانوا قليلين جدا وعملوا نتائج كويسه لان الفرقه اللي معاه مساعداه. يعني الفرقه اللي معاه مساعداه. انا شايف، بس انا شايف ان الراجل ده نتائجه لحد دلوقتي ناجح بنسبه 100%. راجل ماشي كويس، انت مقرب بشكل كبير جدا من الاول. انت كنت كام وبقيت كام؟ بتلعب برضو، خلي بالك انت لما تكون انت ليك ماتشات مؤجله انت مضغوط. انت ليك ماتشات مؤجله انت مضغوط، انت بتلعب ماتشات مؤجله كل 72 ساعه ماتش. شهر 2 كان مثال على كده. ايوه. فانت بتلعب كل، فكون ان هو يوصل بالشكل ده بالعدد الماتشات الكتير اللي اتلعب في الوقت القصير ويوصل ان هو يقرب، يبقى انت فاصل بينك وبين الزمالك ان انت داخل تلعب ماتش اهلي والزمالك فرق نقطه، فدي حاجه كويسه جدا نجاح ليه. وهو شخصيته واضح ان هو هادي. هادي حتى في اداره المباراه، يعني هو متزن مهما بيحصل، لا هو هادي ده على الخط، فده بينقل للعيبه هدوء برضه.
فكرة انه يتقبل طريقة اللعب في مصر والشكل الكرة في مصر والملاعب والاجواء، يمكن لسه في افريقيا خارج مصر تحديدا ما خدش على اجواء في افريقيا او يشوف الكرة الافريقية ازاي يتم التعامل معها خارج مصر، لكن فكرة انه في خلال شهرين يتعامل بذكاء ويقدر يلم امور كتير جدا، شايفها ازاي وانت اتعاملت مع مدربين اجانب؟ دي طبعا بيبقى يعني المدربين اللي موجودين معايا طبعا، سواء كابتن يوسف سواء كابتن سيد عبد الحفيظ سواء كابتن سامي قمصان، بيبقى لهم دور في الموضوع ده، ان هو يوصل له المعلومه مع ان هو بيتفرج على فيديوهات للفرق دي، بيبدا من مساعدينه والفيديوهات يبدا يكون في كور على الفرق. طبعا طبعا، انت ليه بتجيب الجهاز، بتجيب حد مصري في الجهاز لما يكون في واحد اجنبي؟ حلقه وصله وفي نفس الوقت يبقى خير طبعاً. هو ملم جدا يعني، انت راح تلعب فرقه زي بتروجيت، عارف مين الكويس فيه وعارف مين الوحش، يقول لك معلومه لازم تبقى. فاكيد طبعا هم سواء كابتن سيد سواء كابتن يوسف او كابتن سامي قمصان ادوا فكره كويسه عن الفرق وادوا فكره كويسه عن اللعيبه اللي موجوده ومين كويس، فهو بيبدا ياخد الحاجات دي مع الفيديوهات اللي بيتفرج عليها، يبدا يجمع او يكون شخصيه الفرق اللي قدامي دي هتبقى عامله ازاي. طيب قبل ما اقفل بقى الملف الافريقي، وكنت اتمنى بالتاكيد يكون معانا برضو تليفون من الكونغو نعرف اخر الجديد متعلق بمباراه الاهلي وفيتا، عشان النهارده حتى الفرقه بعد ما وصلت بعد 13 ساعه طيران لاسارتي فضل ان الفريق لان هناك في مشكله في الاتصالات الهاتفيه في الكونغو، فمش عارفين نوصل لاي سفريات الكونغو عامه، السفريه صعبه صعبه جدا. ولاسارتي حتى خد قرار النهارده بالغاء التدريب المسائي، لان 13 ساعه طيران كانت فيها اجهاد كبير جدا على الفريق. صعبه طبعا صعبه، وانت كمان انت 13 ساعه وانت مش مريح، 13 ساعه وانت لعب قبلها من 48 ساعه لعب ماتش، صح؟ فهتبقى طبعا يعني انت لو مريح ماشي، لكن انت مسافر مع اجهاد هيبقى اجهاد صعب جدا، هتاخد لك على الاقل مثلا يومين، يعني عايز يومين ثلاثه قبل ما جسمك يفك يعني. لا بخلاف كده كمان الملعب نجيل صناعي، الاهلي هيتمرن عليه طبعا تدريبيا حسب لائحه الاتحاد الافريقي، لكن ملعب نجيل صناعي مع الرطوبه العاليه مع جهد مضاعف، انت بتلعب على نجيل صناعي مجهود مضاعف، الجهد بتاعك مضاعف والتعب بعد الماتش مضاعف، يعني انت بتلاقي عضلاتك بعد الماتش بيبقى التعب مضاعف، لو انت بتلعب على ملعب نجيل طبيعي بيبقى التعب مثلا 100%، لو تلعب على نجيل صناعي 200% على طول، وجع عضلات رهيب. سؤال اخير بقى متعلق بالبطوله الافريقيه، مباراه فيتا انت بتعتبرها عنق زجاجه؟ هي مباراه بثلاث نقاط وفي دوري المجموعات، لكن هل انت بتعتبرها عنق زجاجه للبطوله بشكل عام او للوصول حتى الادوار النهائيه؟ طبعا عنق زجاجه ليك وليه، يعني ليك وليه، حتى لسه في جوله سته، يعني لسه في مباراه اخيره مع بطل الجزائر في القاهره. هو برده هو اخر ماتش، ما اعرفش هو عنده مين، يعني فيتا كلوب اخر ماتش عنده على ملعبه ولا بره؟ عنده سيمبا على ملعبه. سيمبا التنزاني؟ لا خارج ملعبه. خارج ملعبه ماشي. ما انت برده سيمبا، احنا برده احنا بنشوف حظوظ الفرق اجمالا الفرق الثانيه عندها حظوظ، انت سيمبا عندها المباراه القادمه، سيمبا عندها شبيبه الجزائر في الجزائر، عندهم ستة وشبيبه الثوره عندهم كام؟ خمسة، عنده خمسة. فانت بتتكلم ان انت لو حد فيهم كسب يا هيبقى تسعة يا 8 يا 8، يعني برضو عندهم حظوظ، يعني لو بقى 8 ولا قدر انت اتغلبت لا قدر الله، فهيبقى شبيبه الثوره جاي لو هو كسب هيجي يقول لك انا فارق عنك بنقطه، فيبقى التعادل يكفيه. فقصدي ان هي المجموعه كلها عندها حظوظ في التاهل، هي دي صعوبه المباراه في دي. وافضل نتيجه للاهلي ان الشبيبه الثوره مع سيمبا يتعادلوا وانت تتعادل او تكسب وتسيب الجوله الاخيره بقى تكسب. هي الحسم انت لو كسبت خلاص، انت حتى لو كسبت مش هتبص لاي مباراه، خلاص وصلت رسمي خلاص، بس ما حدش هيوصل لك، لان عدد النقط ده انت كسبت وصلت رسمي خلاص، مش حد هيوصل. ما انت لو اي حد فيهم كسب هيبقى سيمبا مثلا اتغلب هيبقى عنده خمسة، واخر ماتش حتى لو كسب عنده 8، يبقى انت وصلت انت وشبيبه الثوره، شبيبه الثوره كسب او سيمبا كسب هيبقى شوط الصار واقف عند 6، كسب اخر ماتش هيبقى 9، يبقى انت برضه 10، فانت المكسب يريح كل حاجه خلاص. يعني المكسب بالنسبه لك خلاص، انت كده اتاهلت رسمي. انت احساسك بقى شايف المباراه ازاي؟ لا صعبه يعني، ان شاء الله هنكسب ان شاء الله هنكسب، بس هي مباراه صعبه جدا. انت يعني انت تقيس على مباراه سيمبا، انت كسبت سيمبا هنا كام؟ 5-0 وضغطت هناك 2-0. يعني الطبيعي جدا انت لو بتقول لحد انا كسبت فرقه 5 وراح العبها هناك، قلت لك انت اقل حاجه هتكسبها 2. الزمالك لما لعب القطن التشادي كسب هنا 7 بالظبط، خسر هناك. يعني الفرق الافريقيه ملهاش مقاييس، ممكن على ملعبك تبقى وحشه او على ملعبك تبقى وحشه وعندك كويسه او العكس. فالمباراه ده صعبه جدا، مباراه صعبه مفهش. صعبه لازم خارج الحسابات، لازم لاعبي النادي الاهلي وعارفين ان دي مباراه حياه وموت بالنسبه لهم، لازم طبعا. لا ان شاء الله باذن الله يكون في نتيجه ايجابيه ويعود باذن الله نتيجه ايجابيه ان شاء الله طبعا، نكسب او نتعادل على الاقل، يعني بأسوأ الظروف احنا نتعادل دي تفرق معانا جدا. الفريق سافر ب 21 لاعب، لكن في 7 غيابات،
منهم 6 بسبب الإصابات: شريف إكرامي، محمد نجيب، حسام عاشور، وليد سليمان، حمدي فتحي، وصلاح محسن، ومحمد شريف لأسباب فنية. فرقة بره. ضحكت ها؟ فرقة بره، فرقة يعني دي حاجة كويسة. يعني دي حاجة كويسة إن أنت يبقى عندك كم العدد ده من اللعيبة، حاجة كويسة. بص البطل ال 30 لعيب كويسين. البطل الدكة كويسين. يعني عشان أنت بطل، احنا أيامنا كنا بيلعب في لافيو وبره قاعد متعب. صح. يعني وفي اوقات بركات كان بيبقى على الدكه، بركات على الدكه. بيلعب عندك، بيلعب متعب مثلا في لافيو موقوف، عبد الحميد حسن موجود. ناس كل مكان هتحس ايه ده، العب مين؟ احنا وصلنا فتره حاجه غريبه جدا، يعني وصلنا فتره اللي كان بيخش في ال 18 بيفرح مش يلعب. يعني انت من كتر ما انت شايف النجوم اللي موجوده كلها، والله اللي كان بيخش في ال 18 بيفرح. احنا مستر مانويل وصلنا لفتره ان ابو تريكا نفسه ما كانش واثق انه ممكن يخش يقول لك انا الماتش اللي فات كنت وحش وممكن يطلعني. جوزيه كان بيعمل جزئيه نفسيه غريبه جدا، وانت كسبان 3 أو 4 يدخل اوضه اللبس، انتوا متوقعين انه داخل عليكم بقى مكافئات وانتوا عملتوا انجزتوا، تلاقيه حاجه ثانيه خالص. ده عملها معانا مره في ماتش، مره واحده ده كتير. لا ده في ماتش ده ما كانش يعني الماتش ده هو قبل الماتش بيتكلم معانا ان احنا حتى يعني ايه يعني لازم نكسب 1-0 ترجي هنا في استاد القاهره 3-0. سيبنا 3-0 هنا، كان في دور المجموعات 3-0 لما بتركا جاب جون انا طلعت بشوط خبطت في واحده وتركا وسام حسني جاب جون ابو تريكا باين جونين واسامه حسني، لا متعب واسامه حسني وابو تريكا. فاحنا متوقعين تاني يوم في المحاضره اللي بيعملها بعد الماتشات على طول، ان عايز اقول لك مسكنا يعني اكننا مثلا اتغلبنا، اتغلبتوا 3. انتوا ايه الاداء ده، احنا كان لازم نكسب اكتر من كده. هو برده ذكي، انت كسبت الترجي 3 فمش عايز يعمل حاله من الاسترخاء للعيبه. عندنا بعدها ماتشات كتير فيقول لك احنا كاسبين الترجي فنكسب اي حد، فهو تملي بيحسسنا ان احنا عملنا ده عادي جدا. يعني هو من جوه مبسوط، يعني هو جوزيه عامه كان ما كانش يحب يقول لحد كويس، يقول لك اللعيب المصري انا قلت له كويس الماتش اللي بعده بيبقى وحش مش على ايه. فتملي على طول، هو تملي على طول حطك تحت ضغط، يعني حطك تحت ضغط. كان بيتعامل نفسيا بشكل جيد جدا. هو كان معايا، لا معايا انا ومتعب بالذات، يعني انا كان معايا انا ومتعب بيقول لنا، كان يقول لهم ايه، متعب واحمد الاثنين دول اطفال، عاملهم كالاطفال. يعني انا ما كانش احب حد يزعلي خالص، انا من الشخصيات لما حد بيزعلي ما بعرفش العب. فهو ما بيزعليش قدام حد، يعني هو جاي عايز يعمل لي اي حاجه كان ياخدني لوحدي كده في الملعب على جنب يقول لي انت عملت كذا وكذا وكذا. يا محظوظ. هو كده. ابو تريكه كان العكس، ابو تريكه كان لازم على طول يستفزه. انت مش عارف ايه وانت ايه قدام اللعيبه وقدام اللعيبه، لكن انا لا. فهو كان هتملي على طول بيلعب على الحته النفسيه، يعني هو عايز مثلا يعمل منافسه ما بين، هو كان هتلاقي في كل مكان عامل منافسه 2 أو 3 نجوم. يعني هتلاقي ناحيه اليمين بركات واسلام الشاطر وفي ناس كتير، وفي نص الملعب حسام عاشور وشوقي وحسن مصطفى واكوتي وناس كتير. فانت تملي حاطط في بالك ان انا لو ماتش بس ما كنتش موفق فيه هقعد. بالمناسبه واحنا بنتكلم قدامنا هي لقطات حصريه على شاشه قناه النادي الاهلي لمغادره بعثه فريق النادي الاهلي من مطار القاهره الى الكونغو. رحله الطيران استمرت حوالي اكثر من حوالي 11 ساعه سفر الى 13 ساعه سفر حتى الوصول الى الكونغو الديمقراطيه استعدادا لمباراه فيتا كلوب. مباراه صعبه جدا، وزي ما انت شايف بالتاكيد يا احمد قدامنا على الصوره، يعني تركيز اللاعبين علي معلول وعدد من اللاعبين في التوقيت ده. انت بتبقى في المطار بقى، انت مسافر الفجر، فبتبقى رايح المطار نايم ولا صاحي ولا بتعيش ازاي الساعات ديت؟ لا بص انا عامه كنت يعني لو السفر فجر كنت افضل صاحي لحد ما نسافر وانام في الطياره. وتنام في الطياره؟ لا انا كنت بقى ما بعرفش ان انا افضل قاعد في الطياره كده بزهق. لكن طبعا لا يكون في عمرهم 13 ساعه كتير جدا يعني، وطيران افريقي كمان بيبقى صعب جدا. اكتر رحله طيران استغرقتها مع الاهلي كانت مباراه مين، وخدت طيران قد ايه؟ في اليابان. لا اليابان دي قصه، ما اليابان انت لو تبقى حل دانك بتطول في الطريق يعني بتطول منك يعني ده كان في دايما كده بين اللعيبه تطول منك يعني. لا الموضوع صعب جدا يعني. انت 14 ساعه هتنام 8 ساعات فاضل 6 هتعمل ايه؟ هتنام تاني؟ مش مفيش نوم خلاص. والمشكله كمان انت نايم في طياره، فانت مش هتقول للناس اسكتوا، الناس عماله تتكلم، فانت مش نايم نومه مرتاحه كمان يعني. فالموضوع 14 ساعه كتير جدا. بس وانت رايح اليابان غير رايح افريقيا يعني، انت 14 ساعه بس مستحملهم، مش مشكله عادي. طبعا ده من الحمد لله من احلى الانجازات اللي يعني الحمد لله انا واخد مع الاهلي 27 بطوله. من اهم انجازات طلعت اليابان دي 27 بطوله. بسم الله ما شاء الله. فانا الفرحه بتاعت المركز الثالث واحنا راجعين والاتوبيس المكشوف، احنا كانوا مفضل لنا الطريق من المطار لحد النادي يعني، والناس واقفه كنا راجعين في وقت الساعه 2 الظهر،
فالمصالح الحكوميه كلها على كوب اكتوبر، كل الناس واقفه عماله بتحييكم. لا منظر، المنظر كان مهيب. ليه ولما رحت النادي شفت المشهد في النادي كان عامل ازاي؟ رهيب. ما الاستاد كان متخيل ان كل الجمهور ده جوه النادي مستنيك. طبعا طبعا. لا الموضوع، لا الواحد كل ما افتكر بفتكر الايام دي، لا طبعا الموضوع احسن انجاز بالنسبه لي. هي بطولتين بالنسبه لي احسن بطولتين خدتهم في حياتي. 2006 البرونزيه. 2006 لا 2006 البرونزيه وماتش الصفاقس بتاع وتريك نفس السنه. هي نفس السنه. نفس السنه. لا البطوله دي فعلا بجد حاجه بتروح منك ورجعت لك ثاني. يعني احنا فعلا البطوله والكميه الاستفزاز اللي كانت موجوده من الدكه بتاعه الصفاقس والجماهير والدخله اللي اتعملت قبل الماتش لا لا هم كانوا بجد استفزاز. كان عندهم مدير كره كل شويه يقوم يروح قافل البدله وبصيت لنا كده نوع يحتفل خلاص بكبرياء. يعني خلاص انا هحتفل. هطلع كل اول ما جبنا جون كله جري عليه هو. مظبوط. فلا دي كانت اقوى بطوله يعني. في اللحظات اللي زي دي حتى وانت مع اللعيبه في التوقيت ده بتتكلموا مع بعض، بتكلموا الاسر، بيطمنوا عليكم انتوا خلاص داخلين المطار، بتعيشوا ازاي؟ وهل في مره وانتم متجمعين، لان انا عارف في التوقيت ده مثلا احد الاداريين واقف مستني اللعيبه، هل في مره اتاخرت عن الطياره او اتاخرت عن السفر؟ لا الحمد لله عمري ما اتاخرت في حياتي. ما فيش يعني ولا مره. انا يعني الحمد لله طول عمري ملتزم يعني. انا عندي قناعه ان الالتزام هو اساس النجاح. فالحمد لله طول عمري ملتزم في 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 المواضيع دي. يعني انا حتى لما لعبت في الانديه الثانيه على طول الحمد لله شهاده من الناس كلها ان احمد ملتزم جدا في مواعيدي في الغداء في 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 مواعيد التمارين. الحمد لله عمري ما اتاخرت في حاجه. تمام. طيب الفرقه لما بتوصل بقى في ترانزيت او في رحله طيران طويله، اول ما بتوصل للبلد الافريقيه طبعا انت مسافر من جو ورايح لجو تاني خالص، هتخش على رطوبه، هتخش على درجه حراره عاليه، مفيش نفس اساسا ولا اكسجين، مفيش اكل. مفيش اكل؟ لا بجد والله مفيش اكل. احنا يعني انت رحت الكاميرون ماتش القطن هناك. لا 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 اصعب بلد رحتها اصعب. انيمبا؟ لا انيمبا. انيمبا المقاطعه بتاعت ابا دي بلد ابا دي. انت مسافر اصلا من العاصمه لابا دي حوالي كان 350 كيلو. نزلنا بقى اسمها بورت هاركورت. وخدنا من بورت هاركورت دي اتوبيس ماشي فيه ساعتين جوه نيجيريا. انت مبدئيا مش راكب اتوبيس، راكب مركب. الاتوبيس ماشي عمال يعمل كده اكنك راكب مركب. وغير كده وكده انا وصلت لهناك فلقيتهم بيبيعوا ايه بقى الناس بياكلوا هناك ايه؟ معلقين دماغ قرد. قلنا لا لحمه راس يعني لحمه راس قرد. بياكلوا قرود. فسالت الراجل قال بياكلوا قرود هنا. فانت غصب عنك انت مش هتاكل، انت ما بقاش عارفك اللحمه دي بتاعت قرد ولا بتاعت ايه يعني. فدي كانت اصعب سفريه. ممتعه؟ لا الحمامات هناك ما فيش دش، جرادل كله، بتستحمى بجردل. عايز تعمل اي حاجه تاخد شاور بجردل. فلا دي كانت اصعب سفريه واصعب ماتش لعبته في حياتي. الماتش ده كانت اول ماتش ابقى كابتن فرقه فيه اللي متعب جاب فيه جون. 2005 ده اللي شاهد فيه اصابه اكوتي. اكوتي الماتش بتاع اكوتي. اصعب ماتش لعبته في حياتي يعني. فعلا فرقه كانت قويه جدا والجمهور بتاعها. وكانت هي حامل اللقب اخر موسمين 2003 2004. ثلاث سنين ما خسروش على الملعب. اول ماتش خسروه من الاهلي. بالظبط. مبدئيا الجمهور من كتر اللي هم مش مصدق، الحكم الرابع اللي هو بيرفع الوقت مش لاقينه، الجمهور خده قعدوا معاه فوق. يعني من كتر بقى هم عايزين يكسبوا. كان الحكم كيم لي شونج مش لاقي الحكم الرابع عشان يرفع الوقت. راح حسب وقت من عنده كده وراح مصفر. خطف الحكم. والله ما موجود الحكم ده، انا قاعد فوق في المدرجات مش لاقيينه. عم بيشجع مع الناس. لا يا السفرات الافريقيه ده فيها حكايات وروايات لو الناس سمعتها مش هتصدقها. لو فاكر في السفريه من السفرات سفريه الكونغو، انت مسافر حوالي 80 كيلو، بس الكونغو برازافيل مش الكونغو الديمقراطيه. فانت نزلت بيونت نوار ورايح فيها على الملعب الفرقه بتاعت ليوبار. انت بتتحرك حوالي 80 كيلو متر في بتلف حوالين نفسك لدرجه انك ممكن كل 10 كيلو لازم السواق يقف ينزل عشان اللعيبه تنزل تشم نفسها لان اللعيبه هتتعب. هتدوخ. مطبات كمان غريبه. مطبات لا لا هناك والناس وانت ماشي على طول تلاقي البلد زحمه. بلد زي نيجيريا دي زحمه جدا. لا كانت يعني الناس ما بتبقاش حاسه ان احنا لو رحنا ماتش اتغلبنا مش حاسين بكم الارهاق اللي احنا بنبقى عايشين فيه. ان انت تسافر السفرات دي يعني الطياره ارحم من ان انت تمشي جوه بلد في نيجيريا. لا بتبقى صعبه جدا كمان. الطريق كمان مش امن. لا الطرق كمان مش متساويه. فانت بتمشي على طول كله في طرق مكسره، فالسواق بيفضل ماشي بالراحه، فالحركه بتاعت الاتوبيس دي بتتعبك. تلاقي واحد بطنه وجعته، تلاقي واحد بيصدع. الموضوع كان صعب جدا في افريقيا. قول لي في سفريه زي دي كان من اللعيبه اللي مش هقول بتعملوا له حساب بس بتركزوا معاه قوي؟ اينو. بص يعني كنا الشله بتاعتي انا واينو وعصام عاشور واحمد عادل عبد المنعم ومحمد سمير. دول بقى اللي معروفين ان هم الشياطين بتوع الـ بتوع الـ بتوع الفرقه بقى. وميدو ايه؟ لا ميدو كان بقى معانا، بس ميدو يعني احنا كنا على طول بنبقى يعني دول قاعدين مع بعض عشان خاطر ان ايه السن كان قريب من بعض شويه. فاهم؟ لكن ميدو طبعا كان معانا على طول. ميدو يعني من الناس من الشخصيات المحترمه جدا اللي بجد عرفتها في حياتي يعني. ومن المهاجمين اللي يعني فعلا اتقال عليه مهاجم ثقيل. جوزيه كان مسميه لارسون. لارسون. لا هو كان فعلا. لا يعني ميدو انا لعبت عليه اول ماتش جاب في جون فينا في الحضري. خسرنا 2-0 في ملعب السكه. بس هو قال لي كان بيهرب منك في التمرين.
هو كله كان بيهرب مني. انا مره خبطت مره عورت جوزيه نفسه. مانو الجوزيه؟ احنا كنا بنلعب هو كان بيلعب تقسيمه كان بيلعب ضدي. فجت كوره كده فانا عايز اباصي التاكلينج. فهو انا قلت هو كبير مش هيحط رجله، راح حط رجله فلمس الكوره، هو لمس الكوره حتى انا واخد رجله. يا انا كنت هعتزل خلاص يعني، كنت هاخد نفسي واطلع اعتزل خلاص. كل توفيق يا رب للاهلي الفتره الجايه، عندنا منافسات مهمه جدا. وانت اتكلمت بصراحه عن ذكريات جميله جدا لفتره، فتره كانت مميزه جدا، الجمهور حتى بيعتز بيها لغايه دلوقتي، ولما بيتكلم عن تاريخ الاهلي دايما الفتره بتاعتكم دي كانت من الفترات الاساسيه اللي الجمهور بيتكلم عليها، عشان كان في بطولات وفي متعه. يعني في متعه في الاداء وفي نفس الوقت في بطولات. فانت احنا يعني جت موسم انت واخد كل البطولات، يعني كان عاملين احصائيه كده عن خمسه من خمسه ست لاعبين اللي واخدين البطولات اللي في الموسم ده 2006. كنت انا منهم، كانوا واخدين دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وسوبر مصر وسوبر افريقي. ده ماتش سموحه، ده اللي خدنا بيه الدوري. ده ماتش سموحه ده في الدقيقه 97. بص كنت عايز العب تيشيرت بس كان عندي انذار فافتكرت انت لسه في التيشيرت. عايز رحت ده في الدقيقه، كان الماتش ده كان دخلنا بيه الدوري. رحت الجزيره. رايح لمين؟ رايح لجزيره. ده ابويا ده ما انت حظك حلو، انت الوحيد كان بيكلمك لوحدك. لا يعني اكتر واحد يعني فعلا مدرب كان بيعرف يخرج اللي جوايا. انا من اللاعبين اللي لازم اتعامل نفسيا كويس، لما ما اتعاملش نفسيا كويس انا ما بعرفش العب، وده ذكاء منه. هو عارف كده، فهو كان حتى كان بيلعب على الحته دي، هو كان حاسس ان انا مظلوم اعلاميا شويه. لان انا ما كنت بلعب في الاهلي انا كنت قافل على نفسي قوي، يعني ولا بظهر كتير ولا بظهر في برامج، قافل على نفسي. فهو كان عارف ان انا مظلوم اعلاميا، فكان بيلعب على النقطه دي، يعني نروح اي مكان ابقى انا موجود فيه يقعد يتكلم يقول لهم ده اهم لعيب عندي. طبعا عمل حديث اما رجع في الولايه الثانيه بتاعته في 2011، الولايه الثالثه 2011 كان مع كابتن شوبير، فاتكلم قال كلمه، قال لك احمد ده شريك ليا في 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 في, في بطولاتي، كل البطولات اللي عملتها دي هو شريك، هو الوحيد اللي كان موجود من ايام 2001 لحد دلوقتي ما مشيش، فهو شريك ليا وانا بدين له بالفضل. فطبعا الكلام ده الفتره دي انا كنت مستواي كان قليل جدا فيها. الماتش اللي بعده مان اوف ذا ماتش احمد سيد، وماتشات رهيبه، فالناس بتسالني قلت لهم بيقولوا لي السر، قلت لهم جوزيه، هو بيعرف يخرج اللي جوايا. تمام، سؤال اخير بقى نختم بيه فقرتنا وحوارنا، الاهلي هيفوز بالدوري باذن الله؟ ان شاء الله طبعا. هو بص، هو الدوري السنه دي صعب جدا، يعني انت بتتكلم ما بين الانتاج الحربي اللي هو السابع لحد 18 ماتش او ماتشين مهدد. تتكلم من الانتاج الحربي بتتكلم ما بين 31 نقطة، واللي ممكن ينافسه 25 و26 او 23 لو كسب ماتشين ثلاثة، ولا قدر الله الفرق دي خسرت فالموضوع صعب. في الجزء اللي فوق طبعا المنافسة محصورة بين الزمالك والاهلي وبيراميدز، يعني الثلاثة هم الثلاثة الاول والثاني والثالث، منافسة محصورة بينهم. طبعا لازم لعيبة الاهلي يركزوا الفترة الجاية ومفيش أي خسارة لأي نقاط، لأن أي نقطة هتخسرها بعد كده إن شاء الله بإذن الله هيحصل أي مشكلة كبيرة جدا. إن شاء الله أنت زي ما أنت ماشي كده وبتمارس ضغط على المنافسين، كل ما بتقرب نقطة المنافس اللي قدامك بيحس إن أنت برضو الاهلي قرب، لأن حصل معايا كتير، حصل معايا ثلاث مرات الموضوع ده، نبقى المنافس بتاعنا يبقى متقدم علينا واحنا برضو بقى فرق 12 نقطه و13 نقطه وبنقرب وناخد الدوري بفرق نقاط كمان. الاهلي لما بيعمل كومباك وخلاص في المركز طبعًا الاول طبعا خلاص، هي دي بترجع برضو لشخصيه اللعيبه اللي موجوده بالظبط، لازم عندهم اصرار ان انا ما افقدش نقطه، النقطه اللي هتفقدها هتفرق معاك كتير جدا. وانا بقول الفاصل هتبقى في ماتشات ما بين الاهلي والزمالك والزمالك وبيراميدز والاهلي وبيراميدز، هي دي الماتشات المباشره. دي الماتشات لان انت لما تكون بتنافس فرقه ما ينفعش تخسر منها. تمام، انت اللي هيكسب ان شاء الله يكون نادي الاهلي، يعني اللي هيكسب المواجهات دي هو يبقى بطل الدوري ان شاء الله. اتمنى يكون نادي الاهلي ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن احمد السيد نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار معاك، وحلقه استمتعت فيها لان بصراحه استرجعت معاك حتى ذكريات زمان ايام وجود منو الجزء والجيل الذهبي معانا على طول طبعا في كل السفريات، يعني كان بنتشرف فيك من الناس المحترمه بتاعه في حياتي. وطبعا انا سعيد النهارده اللي انا يمكن اول مره في حياتي اجي في قناه الاهلي، ومش اخر مره اكيد، دي حاجه غريبه شويه. لا بس انا لا طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، طبعا ده بيتي، ان انا فعلا استعدت معاك ذكريات جميله، ذكريات فعلا الواحد لما بيسترجعها كده بيحس باحساس حلو. صح. ان انت فرحت النادي جميل النادي الاهلي، وفرحت شعب مصر كله اللي كان بيفرح بالنادي الاهلي سواء في اليابان سواء في افريقيا سواء في الدوري. وان شاء الله الفتره الجايه النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحصل كل البطولات ويرجع لسابع عقده ان شاء الله، وبالتوفيق لك دايما يا رب فيما هو قادم ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ابو حميد.
كانت فقرة مهمة جدا في الفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة، واللي كان بيشرفني فيها الكابتن أحمد السيد نجم خط دفاع النادي الأهلي في فترة وصفت بأنها من أكثر الفترات اللي الأهلي حقق فيها بطولات سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي. لكن الفقرة القادمة فقرة مهمة جدا في ضيافة الكابتن عبد الحميد حسن الناقد والمحلل الرياضي شريف جمعة.